كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة فرأى أعرابيا يطوف بها ويقول يا كريم يا كريم. فقال النبي صلوا على النبي فقال النبي وراءه يا كريم. فانتقل الأعرابي إلى الركن الثاني وقال يا كريم. فقال النبي فقال الحبيب وراءه يا يا كريم. فقال النبي اللهم صل عليه. فانتقل الأعرابي إلى الحجر الأسود وقال يا كريم. فقال النبي فقال الحبيب وراءه يا كريم. فالتفت الأعرابي إلى النبي وقال له أتهزأ بي يا أخ العرب؟ والله لولا صباحة وجهك وبهاء طلعتك لشكوتك إلى حبيبي محمدا. فقال له النبي صلوا عليه. فقال له النبي أولا تعرف نبيك يا أخ العرب؟ قال والله آمنت به ولم أراه ودخلت مكة ولم ألقاه. قال له النبي أنا نبي يا أخ العرب. فانكب الأعرابي على يد النبي يقبلها ويقول فداك أبي وأمي يا حبيب الله. صل عليه. فنزل جبريل الأمين على النبي وقال له يا حبيب الله الله يقرئك السلام ويقول لك كل هذا الأعرابي أيظن إن قال يا كريم أننا لا نحاسب؟ فقال الأعرابي والله يا نور العين يا جد الحسنين لو حاسبني ربي لأحاسبنه. قال له النبي وكيف تحاسب ربك يا أخ العرب؟ قال لئن حاسبني على ذنبي حاسبته على مغفرتي، وإن حاسبني على تقصيري حاسبته على جوده وكرمه. الله 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 يا الله الله يقول لك كل هذا الأعرابي ألا يحاسبنا ولا نحاسبه. هو الكريم هو الرحيم والعظيم. النبي صلوا عليه صلوات الله. النبي صلوا عليه ويتال البركة كل من صلى عليه.
النصارى والمجوس أسلموا على يدي النصارى والمجوس أسلموا على يدي النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا من كان أذنى يا ربي صلي
على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي فارحم والدينا يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم والمرسلين السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام على غيك أتقل أتقيا السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك
بالقيامة السلام عليك السلام
محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إني لزرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما تقولوا رجعنا بكل خير وسامح المرء والوصول رجعنا بكل خير وسامح المرء والوصول اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الوجود أضاف عيشي ولا وجودي لولا يا سيدة الوجود أضاف عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله من له والجنه ان الله ان الكرسي الى I'm
يا حبيبنا يا حبيبنا عبد الرحمن سجاد يا شيخنا يا شيخنا خارج العادات يا حبيبنا يا هلا 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 يا ه
الله أما الدليل إذا ذكر
من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك لها من جدكم نسب من مثلكم لرسول الله من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك ليت الملوك لها من جدكم نسب ما للسلاطين ما للسلاطين أحساب بجانبكم هذا هو الشرف المعروف والحسب ساداتنا الغر من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهر من نسل فاطمة أنعم بفاطمة من أجل فاطمة قد شرف النسب الله الله I get
Thank you.
أنساك الطيبة وصيّر في زرورة يا مهيمين يا ملك سلام يا سلام أرينا وجه الحبيب في المنام فضله في القريب والشاسع فضل الحق الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الله يتشرف بوجوده الزفرات وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سلم اتصل به قلب منيب إلا من صوابه فضل الله على هذا الحبيب يا حبيبي يا حبيبي يا حبيب إيه كيف Yeah.
من عادي كن فيا غرامي
النبي كرم أسس تكوينه بعرق فيطلع يرى يا الله يا
سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا
لك ساكن لك Masya Allah. Kasih sayang daripada Singapura ni kami tak mampu nak membalasnya. Masya Allah. 1000 kasidah pun tak boleh nak balas kasih sayang yang dapat kepada hari ini. Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Masya Allah. Semoga Rasulullah tersenyum memandang kita. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi Aisha.
رسول الله سلام عليه يا من في عشاء لمن راجي أبدا يا لي رب العالمين يا أهيل الجود والكرم أهل بيتي المصطفى الطهور هم آمن الأرض فالنكير شبهوا بالأنجم الظهور مثلها قد جاء في سنن ربي فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى وبآيات القرآن عونوا فتائد فينا أخا وهادي نعرف البدع وتعرفونا والصبر والفتو يا أخونا يا رسول الله سلام علي الله يا الله يا ربي Oh,
jamanku tukar tukar esok esok rame rame luru ramalan jaman kebongkur ona jaman jamanku Allah'a emanet olun.
Alhamdulillah, semangat semuanya luar biasa. Saya yakin insya Allah yang hadir semua dan keluarga yang hadir serta siapapun yang menyintai yang hadir di majlis yang hari ini, semuanya tergolong min ahlil jannah. Karena luar biasa malam siang hari ini terkumpul dana begitu banyak untuk madrasah, dan kita gembira kepada Nabi Muhammad. Apapun dosa yang pernah kita lakukan, Allah pasti akan mengampuninya berkat majlis yang penuh dengan rahmat dan keridhaan ini. Bahwa saat ini Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan majlis ini dengan kegembiraan bahwa saat ini umat beliau kumpul bersama-sama untuk berzikir kepada Allah, zikrullah wa zikru rasulih, dan insyaallah semua yang hadir dan yang berhalangan hadir di siang hari ini serta keluarga kita semuanya dan siapapun yang menyintai kita, murid-murid kita, jamaah-jamaah kita, tergolong manusia yang akan mendapat syafaat utama, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di akhirat nanti, dan dimudahkan kita semua dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad, dapat berziarah di tempat Nabi Muhammad, dapat menunaikan ibadah haji dan umrah serta ziarah di Madinah Al-Munawwarah bersama keluarga kita semua, bersama seluruh jamaah kita, sebelum Allah mengambil nyawa kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala telah memperjumpakan kita dengan Nabi Muhammad dan beliau hadir di waktu sakaratil maut kita, dan insyaAllah di yawma la yanfa'u malun wala manun illa man atallah biqalbin salim. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memanggil nama-nama kita dengan keridhaannya, akan memanggil nama kita dan akan mengantar kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala dan berada di dalam surga Allah bighairi hisab, bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jangan pada pulang dulu, kita mau mendengar Syekh Ahmad At-Tijani akan menyampaikan ma tayassar min qasaid. Setelah itu nanti kita akan ada mahallul qiyam, karena di dalam maulid itu di waktu mahallul qiyam di situ adalah tempat turunnya rahmat. Di situ berdoa minta kepada Allah apapun yang diinginkan, semua kesulitan dimudahkan, semua masalah diselesaikan, semua kegelisahan dijadikan ketenangan. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan ridha Allah dan ridha Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita berikan kepada Ustaz Ahmad Tijani untuk menyampaikan qasaidnya, nah selawatnya, diminta kepada para jamaah semua yang nanti akan pulang dan keluar daripada sebelah kanan itu, diharap ke kiri dulu di belakang ini untuk mengambil nasi biryani ini. Semua yang itu coba jalan ke sana ke sebelah kiri, ambil nasi biryaninya. Kalau seandainya mobil kita, kereta dan sebagainya parkir di depan, nanti boleh masuk balik ya, diharapkan mengambilnya. Jangan ada yang tidak mengambil, ambil barokah, bawa pulang supaya yang di rumah pun mendapatkan bagiannya insyaallah. Alhamdulillahillazi hadana, alhamdulillahillazi هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد وما كنا
فدر فاروقي كالأنبياء يا سماء يا سماء يا سماء ما توالت السماء لم يساءك في علاك يا رسول الله لم يساءك في علاك وقد حال سنا وقد حال سنا من دونك سنا to
أبشرها كذا الأملاك جافا متى حملته محمد متى حملته رسل أتوها تبشرها بشراك أنا بشراك بشراك أم الخير بشراك بشراك آمينة بشراك بشراك أم الخير بشراك بشراك آمينة بشراك الله الله بشراك أم الخير بشراك بشراك نتوها تبشرها كذا الأملاك جاها كلام حام نجم الحاج هذا يحنعها خصوصا لو رآها محمد صلي عليه والتنبي indeed Masjid al-Nur led by Imam Shafi and it takes someone like Imam Shafi or someone like my beloved brother Muhammad Nasir to be able to bring the most powerful voice in Islam all over the world Mawlana Habibuna Sheikh al-Sadr. When he opens his voice to praise Allah and for the Holy Prophet Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, even a brass monkey will wake up. So we thank Allah that today
I've been able through Simple Islam and Maulana Imam Shafi, and of course through my beloved brother Captain Carson, to be able to meet this great man. He is a great servant of Allah and direct descendant of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And that is why he is the most powerful voice. There is no one in America, in Africa, in Europe, and in Asia who is from amongst the Shurafa who has a voice like him. True? Yeah. True? Yeah. Singapore, are you alive? True? Yeah. That's right. And that's why I feel so good to be with him. And when he praises Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he makes me feel like crying. And I cry, and I cry, and I increase in love for the Holy Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. And that's why we say, Huwa al-Habib, Huwa al-Habib, Huwa al-Habib, Huwa al-Habib. جبريل حاضره والحق ناجاه محمد صلى الله عليه وسلم محمد محمد صلى الله عليه I would like to hear the voices of the lovers of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم محمد That's right. I want my brother Obama to hear you. So that when I go back to the United States, I tell him I came to Singapore. And Singapore sang the praises of Allah and the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That will make all the dead become alive. So my brother Obama, soon you will take your shahada. Allah, ya Allah, Allah. والهادي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرك ومقداره العظيم for this man here. He is pulling the crowd towards the love of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is one of the fewest shurafa. Let's say Al-Fatiha and Alam Nashra for him. And likewise to my Sheikh and Imam Ash-Shafi, let us also say Fatiha Alam Nashra for him and everybody who is here. And all those who want to come here, our beloved sisters and brothers, fathers, mothers, everybody here, may Allah let us see each other in the presence of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm al-qiyamah. May Allah let us see the beautiful face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm al-qiyamah. We want to see Rasulullah sallallahu alaihi wasallam now until yawm al-qiyamah. May Allah let us see him. Fahallil fuadi ya Imam Shafi'.
فهل الفؤاد دواء سقام يا إمام شفيع سقام عراني أشد السقام فدائي غرام يا إمام شفيع فدائي غرام دوائي شهود فمن أين هذا طبيبي إمامي إمام الشفيع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. I don't want to carry it away. This is a day of joy and I want to hand over the mic to the best voice in the world today for the love of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. I love you Sheikhuna Habibuna Habib Sheikh As-Sabah. And I would like to see, maybe agree with me, you say Allahu Akbar if you agree with me. I would like to see when America, I'm an American, when America meets Indonesia versus Malaysia and Singapore in the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You agree with me? You want to see that day come? It should take place at the hometown of Maulana Sheikh Al-Habib Habibur Rasul wa Habibullah Al-Sayyidi Habib Sheikh As-Sabah. You are beautiful. Allah. You are so beautiful. Yeah. You are so wonderful. Habibana, Habib Sheikh As-Sabah, you are so beautiful, you are so wonderful, and I love you so, and may Almighty God Allah bless you forever and ever. Tijani, sebetulnya sangkaan beliau tidak seperti apa yang sebenarnya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada beliau panjang umur, kesehatan dan selalu dapat berjumpa dengan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balig maqasidana waghfir lana ma'adha ya wasi'an karami mabla ya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khayr halki kullihi huwa al-habib kullaki turja shafa'atuhu li kulli mawlin min al-ahwali mutta'imi mabla ya salli wa sallim da'iman All right.
نزل عرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي غيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله ولما اشتد بها الضنك بإذن رب الخلق وضعت الحبيبة صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب وسلم يا نبي Love.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran yamla'u baina samaa'i wal ardh. Wassalatu wattaslimu ala nabiyyina ya Allah ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya hanan ya man. Ya Allah, ya hayyun. Ya Allah, ya hayyun. Ya nabiyyi Muhammad. Anna sallallahu alaihi wa sallam ya sayyidi al rasul.
السفر.